عشان نعمل منه بارفيه محتاجين زبادي، جرانولا، خوخ متقطع، اي فاكهة تانية، توت مشكل، شوية شوكليت شيبس عشان ندي طعم للموضوع، وهحط لهم كمان معلقة عسل. هاخد هنا بسم الله الرحمن الرحيم الزبادي، ممكن تستخدموه زبادي خالي الدسم، معلقة من العسل، وبعدين بالويسكة عشان مش عايزة يبقى فيه أي تكتلات في الزبادي خالص. ممتاز. وبعدين هاخد بقى معالق ومغارف وحاجات عشان ابتدي اعمل الاطباق بالطعم اللي انا عايزاه، او ال 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 بصوا علشان نستخدم الحاجات دي بره البيت ما بنبقاش عارفين ننقلها ازاي، سواء انا رايحه الشغل، الجامعه، واخداهم للولاد علشان رايحين التمرين، الولاد ياكلوا ايه الصبح وهم رايحين في الباص، في ولاد بتقعد من ساعه لساعه ونص في الباص من البيت للمدرسه، طب انا هديها لهم في ايه؟ هنجيب برطمانات نظيفة وحلوة، وطبعا ما تبقاش ازاز، انا حاطة في ازاز هنا علشان ده تصوير، لكن احنا لو هننقلهم مع الولاد طبعا يبقوا بلاستيك، ويبقى بلاستيك صحي. واقفلهم ويبقى معانا الجار نقدر نتحرك بيه. هنعمل ايه بقى؟ هناخد من الجرانولا، هجيب بس هنا كده عشان مش عايزة هتتبهدل، اللي احنا عملناها في البيت، الريحة هنا خطيرة. وهاخد من الزبادي اللي احنا نكهناه بالعسل، ممكن تحطوا عليه فانيليا كمان اذا حبيتوا. وبعدين هحط فاكهه، اي فاكهه في الموسم، اي فاكهه انتوا بتحبوها، الولاد بيحبوها، ده خوخ، ممكن يبقى اي حاجه تانية. هحط شويه من الجرانولا، وادي برطمان، برطمان تاني، هحط الجرانولا تحت، هحط زبادي، النظر خني معلش، هحط توت.